بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والسلام. بيان المجلس المحلي الكفرة بشان التطورات الأمنية بالمنطقة. لا يسعنا في المجلس المحلي الكفرة إلا أن نسجل تقديرنا الكبير لقادة وأفراد كتيبة درع ليبيا التي جسدت بكل فخر واعتزاز شعارها الدفاع عن كل شبر من أرض ليبيا الحرة وبدون مقابل، ودافعهم غيرتهم على الوطن وانتمائهم الوطني وبفضل من الله أولا، ثم هذه الكتيبة التي وقفت بكل قدرة نزيف الدم بهذه المنطقة والذي عجز عنه آخرين، وتعاملت هذه الكتيبة بكل حزم مع كل الأطراف حرصا منها على بسط الأمن والاستقرار بهذه المدينة. وأصبح الأمن والأمان مربوط ومرهون ببقاء هذه الكتيبة في هذه المنطقة. وأدركت هذه الكتيبة بأن الهجرة غير الشرعية هي أحد الأسباب الرئيسية للأحداث في الكفرة، فقامت بوضع خطة عمل لمحاربة ذلك من خلال تأمين مداخل المنطقة ومحاربة ظواهر التهريب. وشاركت هذه الكتيبة في كل الاجتماعات المشتركة الاستثنائية للمجلس المحلي الكفرة والمجلس العسكري والحكماء والأعيان لمعالجة أي أمر والمساهمة فيه، وقاموا بتأمين الحراسة للمؤسسات التعليمية والمصارف ومحطات الوقود من أجل أن تسير عملية الحياة بالمدينة. ولقد لمسنا بأن قادة وأفراد هذه الكتيبة يتمتعون بثقافة عالية ودماثة في الأخلاق، وكانوا في كل المواقف وحتى المواقف التي تحتاج إلى استخدام السلاح فكانوا يؤثرون الموعظة والجدال الحسن على استخدام القوة. إن المجلس المحلي الكفرة يثمن عاليا هذه الجهود، وإنه عاجز عن الشكر والتقدير وتقديم العرفان لقادة هذه الكتيبة وأفرادها، وكان ذلك ملموسا لدى الجميع من سكان هذه المنطقة. وإننا ندعو المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية إلى دعم هذه الكتيبة ماديا ومعنويا لنجاحها في تحقيق الأمن داخل هذه المدينة، وإن كان الأمن مشوب بحذر. كما أن المجلس المحلي الكفرة يدعو المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية لزيارة الكفرة، وذلك للوقوف على الأوضاع الإنسانية والأمنية بالمدينة، وخاصة بعد الأحداث التي شهدتها المدينة، وأن لا يكيل المجلس الوطني الانتقالي بمكيالين، فما حدث في سبها حرك المجلس والحكومة إلى الإسراع في حسم الموقف بهذه المدينة نهائيا. والكفرة حتى هذه اللحظة تئن وتصرخ من هذا التهميش، ليس في المجال الأمني فقط ولكن في جميع المجالات الحياتية. فطريق أبو زريق الذي يربط وسط مدينة الكفرة بالشمال ويصل إلى 200 كيلومتر لم تتم صيانته حتى الآن، بالرغم من خطاباتنا المستمرة لجهات الاختصاص، وأن هذا الطريق يشكل عبئا ثقيلا على أهالي المدينة، وعدم صيانته سيؤدي إلى كوارث إنسانية. كذلك عدم صيانة مهبط مطار الكفرة والذي يتم من خلاله التواصل بين المدينة ومدن ليبيا الأخرى، تهالك شبكات المياه وعدم صيانتها، رداءة الطريق الداخلية، تذبذب التيار الكهربائي بشكل مستمر. إن ترك هذه المنطقة وعدم تقديم الخدمات لها بالشكل المطلوب، وعدم تأمين حدودها من خلال توفير حرس الحدود والسيطرة على المنافذ، سوف يلقي بظلاله في تفاقم الأمر. نؤكد على تقديرنا الفائق لكتيبة قوات درع ليبيا فيما قدمته وتقدمه من أجل خدمة هذه المنطقة وخدمة ليبيا الحرة. وعاشت ليبيا حرة أبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا في البداية نشكر الأخوة درع ليبيا بالكامل والمسؤولين في الدرع بانتشار الأمن في منطقة الكفرة المجاهدة، ومن خلالهم التمست جميع أطراف وشرائح المجتمع الأمن والأمان، واستمرت الحياة نسبيا في هذه المنطقة، وبعون الله وبفضل جهود كتيبة درع ليبيا
وعلى رأسهم الشيخ أسامة بن حميد وسام بن حميد وبعض القادة منهم الشيخ يحيى المقصبي، ونشكرهم شكر جزيل على نشر الأمن وضبط الحدود والتوافق على إزالة جميع الأسلحة المنتشرة داخل المنطقة حتى يتم جمع الأسلحة في الموعد المحدد والزمان المحدد. أزيد وأشكر هذا الدرع، ونتمنى من المجلس المحلي، من المجلس الانتقالي والحكومة ورئاسة الأركان ورئاسة ووزير الدفاع بدعم هذا الدرع ماديا ومعنويا حتى يكمل هذه المهمة المسنودة إليه، وتستقر هذه المنطقة وهي منطقة على الحدود وحيوية، ولا بد من وجود أمن بهذه المنطقة كمثل درع ليبيا في انتشاره في هذه المنطقة، لأنها منطقة واسعة تتطلب آليات وبشر ودعم مادي ومعنوي. نطلب من الحكومة والمجلس الانتقالي ورئاسة الأركان دعم هذا الدرع وللأمام، ويوفق الله لما يحبه ويرضاه لخير البلاد والعباد، وعاشت ليبيا حرة، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لدوافع المؤتمر هذا، طبعا في الفترة الأخيرة كثرت الأقاويل والأكاذيب بخصوص درع ليبيا، وهناك إشاعات كثيرة. فحقيقة نحن رأينا أن نعقد هذا المؤتمر الصحفي وأن نشهد بما رأينا وأن نقول ما رأيناه وما لمسناه من خلال عمل كتيبة درع ليبيا. فحقيقة يعني هذا أقل شيء نقوله في حق هؤلاء الناس، أنهم لبوا النداء الوطن عندما حصلت المشاكل الأخيرة في الكفرة وحضروا، وحتى بدون أن توفر لهم الإمكانيات المادية اللازمة من أجل هذا الوطن. فرأينا حقيقة أن نعطوهم حقهم وأن نشهد بما رأيناه في بالنسبة لكتيبة درع ليبيا وما قدمته للكفرة من حيث استقرار الأمن والحفاظ على أرواح الناس وحراسة الحدود والمنافذ والمنشآت. سؤال آخر موجه لقناة ليبيا الحرة، ما هي أسباب عدم زيارة المجلس والحكومة للكفرة؟ والله وحقيقة المفروض يعني السؤال هذا يوجه إلى المجلس الانتقالي والحكومة الانتقالية، لكن نحن كمجلس محلي وكأعيان وكمجلس عسكري وضحنا الأمور الأخيرة التي حصلت في الكفرة، وطلبنا منهم جميعا الحضور إلى الكفرة والاطلاع على الواقع عن قرب، ولكن هناك تلكؤ من المجلس الانتقالي، من الحكومة الانتقالية، من وزارة الدفاع، من وزارة الداخلية. حتى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية كان هالوزارتين هذين الأولى بهم أول ناس يحضروا إلى الكفرة في الأحداث الأخيرة، خاصة أنا أخص بالنسبة لوزارة الداخلية من أهم صلاحيات هذه الوزارة هي الحفاظ على أرواح المواطنين. حصلت مشاكل أخيرة في الكفرة، راح ضحيتها مئات قتلى وجرحى وحرقت ممتلكات. ما دور وزارة الداخلية؟ دور وزارة الداخلية على الأقل كان أنها تشكل لجنة تقصي حقائق وتأتي للكفرة وتطلع على الوضع عن قرب، ولكن تفاجأنا الحقيقة بأن مسؤولين قاعدين في طرابلس سواء وزارة الدفاع أو الداخلية أو غيرها، ويقوموا بتصريحات ويقولوا هذه مشكلة قبلية، وما جوا واطلعوا على الواقع وشافوا شنو اللي حاصل في الكفرة، وأن المشكلة ليست قبلية وإنما هم أجانب إتشاديين حضروا إلى عصابات مسلحة حضرت إلى هذه المنطقة وحاولت أن تعود فيها فسادا. حقيقة بالنسبة لنا نحن كمجلس محلي لم نشاهد أي تجاوزات من درع ليبيا، بل كانوا ناس ملتزمين ويقوموا بتنفيذ التعليمات، وكنا ننسق معهم في كل الأمور. إذا كان هناك تجاوزات فردية
هذه طبعا قد تكون موجودة في أي، ولكن كدرع ليبيا لم نشاهد عليهم أي تجاوزات. وفي نفس السؤال للحاج محمد، بحكم أن من أعيان مدينة الكفرة، هل لاحظت تجاوزات من قوات درع ليبيا بالكفرة؟ لا والله لم نلحظ أي تجاوزات من درع ليبيا، وأن مؤدي عمله على الوجه الأكمل والوجه المطلوب وفي صلاح البلاد وأمن العباد، ونطلب الحكومة الانتقالية بدعم هذا الدرع، ونحن نشهد بما رأينا. سؤالنا الآن مواجهة لقوات درع ليبيا، آخر استجدادات وضع ميداني من الكفرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لآخر مسجدات الوضع الميداني، الوضع الحمد لله ولله الحمد فيه استقرار نسبي، ولكن ضروري من حسم مسألة السلاح الثقيل في الأحياء، سواء من أحياء التبو أو من أحياء الزوية. وهذه طبعا المرحلة ما تتمش إلا بتواجد قوي للدولة. الدولة لازم يكون لها تواجد عسكري، وفيه حلول اللي هن حلول اجتماعية، لازم فيه حل عسكري وحل أمني وحل اجتماعي. هذين الحلول لازم يجن مع بعضهم ومع قوة خدمات الدولة. الدولة لازم تفعل خدمات، هذا جزء، هذا جزء من الحل، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع. هل هناك مشاكل تواجه القوات العسكرية؟ والله إحنا مشاكلنا هنا في الدعم وفي سوء خدمات الدولة. نحن هنا الدعم الذخائر، الامدادات، التموين، فيه مشاكل، فيه تقصير واضح من الدولة، ونحن نطالب بالخدمات ونطالب بالمرتبات ونطالب بدعم الدرع، ونطالب الطلب المهم هو الطيران رديء جدا. الطيران هنا العسكري تسفير، سواء مدني والعسكري تسفير رديء. نحن جونا ناس بيلتحقوا يلقوا في طيارات عطلانة، أمس عطلت بينا طائرة، عطلت قبل مركب ركاب المحرك، تفاجأنا أن ما فيش زيت. الزيت هذا الطيارين لما سألناهم قالوا الطلبية بسيطة جدا تسوى 17,000 دولار من مالطا، مقدمين فيها ما باش حد يعير اهتمام للمسألة هذه. بالله ناس، يعني أرواح ناس، أرواح ليبيين وناس مقاتلين وناس مدنيين، حتى المدنيين فيها مرهونة في 17,000 دولار، هذه والله فضيحة. وأنا نطالب بتحقيق في الموضوع هذا، وإذا كان فيه ناس يخدموا بأجندة خارجية والله يعرقلوا مسيرة الوطن، نحن راه ما زلنا في الثورة، نحن ثور وما زلنا زحفين عليهم، راه الثورة في قلبها ثورة. أنا نهدد من هنا تهديد للأزلام نظام، والطابور الخامس راهو الثوار قاعدين يديهم عزنب، راهو نحن ما زلنا ما لابسنا ملابس الجهاد، ما زلنا لابسينها. دماء شهدائنا ما زال نشموا في ريح دماء شهدائنا في انوفنا. رانا والله ما نتركين البلاد هذه لين يستقر فيها الامن والامان، ولين ما عاش فيها حد من الازلام اللي حاطين في مفاصل الدوله. نحن راهو هذا يعتبروه تهديد، يعتبروه تهديد. نحن راه نهدد فيه الثوار ما زالوا يديهم عزند، وما زلنا راهو اذا كان طيران عسكري ناقل جنود عليه طلبيه زيت ب 17,000 دولار ورصدين ملايين الدولارات، وين عدنا؟ ننحاسب اي مسؤول؟ ونحن راهو الوقت هذا ما تقمنا بالثوره لين نحطوا نقاط الحروف ونحاسبوا اي مسؤول في الدوله مهما يكون صفته ولا شكله، نحن نحاسبوه ونطقوا فيه. اللي وصلنا عند الطاغية وقتلناه في عقر دارة، واللي هي ما يجدر نحن قادرين وصول لأي حد. ونحن من المنبر هذا نبو تكاثف الشعب مع الثوار، راهو مصلحة الشعب مع الثوار مش مع الإسلام. راهو تو في انتخابات وفيه ناس راهو يسروا حتى في الذمم، في ناس يضخوا في الأموال. نحن نهيب الشعب انه يكون عليه بين علم
ودراية ووعي، لأن هذا مصير بلادنا. لازم نقف وقفة جادة ونصب لبلادنا ونبنوها نحن الشباب شيبا وشبابا. لازم نصب وننهض بلادنا. المرحلة هذه مرحلة خطيرة وتبي تكاثف جهود، والله المستعان ووفق الله جميعا. بالنسبة للهجرة، طبعا نحن أو المتكفل بالهجرة الأخ محمد عريبي، هو طبعا يتحدثك عن الهجرة إن شاء الله تعالى. تقصير الآليات. السلام عليكم. قلت لك تقصير على الآليات وعلى الغاثة. الهجرة ضمن يسكن فيه متشادية وسواديين وصوماليين، يعني حتى من وكلوهم ما فيش بكل عندك. من المسدس هو اللي وفرنا بالحاجات هذين وحاجات بسيطة بك. والآليات اللي نطلع بين ما فيش حتى صيانة لهن بك. في تقصير في أي حاجة فيه. العدد نرحله في مرات، في كل يوم لا يوم نضلع في 17 سيارة 30 سيارة، مرة 400 مرة 300 مرة. تو بين أمس واليوم الشباب حاطين في الهجرة 200 واحد. تو بعشان قدرنا نجيبوا أخرى إنه ما عندهمش ما موكلوا. حتى فيهم مرضى قاعدين، في واحدين لقينا فيهم الإيدس، جينا مستشفى يدور له في التحليل لقينا فيه الإيدس، قام حابسيننا وحدة حاطينه في أمراض الإيدس. في اللي حتى لقيناهم المسيح عظمه الصليب اللي معه مسكين قاعدين موقفين حتى نلقوا فيه. ما فيش اي واحد من الدوله جاء دورنا ولا خطبنا فيش نديروا، ولا جاء واحد قال لنا وين هذوما شنو الاجراءات. تم الترحيل كلهم قاعدين سيارات، تم ارقام باساميهم. القنصل السوداني تشادي قاعد معنا يحضر في الترحيلات هذين يحضر فيه. وتوه عندنا حتى تو هذا عندنا ثلاث سيارات تو بالرحله طلعوا فيهم نعطوا فيهم نحن نعبوا لهم حتى بالبنزينه ونعبوا لهم في النافته اللي بسعر الشيء. والإغاثة والتموين لقطة الغيب نعطي فيهم أربع شولات كل سيارة، صندوق زيت نعطي فيهم مية، كلام كله قاعد قدام المصري يحبك وبروح. وفي اللي ما عندهش حتى تو عندنا 250 واحد ما عندهمش شيء، ما عندهمش فلوس، ما عندهمش لقطة الغيب. كل سيارة مسافرة نحطوا فيها 10 15 10 15، نعطي فيهم شوالين ثلاثة دقيق باش يوصلوا من النوادي. سؤال، هل هناك استجابة من هذه الكفرة تطبيق لا والله في يعني منهم هم التعاون، يعني هم اللي مجلس نجي نصبوا عليهم يدرونا في تموين الخضروات العلاج مستشفى، وفي المرضى منهم نشيلوا فيهم من عندهم يعالجوا فيهم يردوا فيهم لا انا اسال عن التعليمات مثلا الرمايه تجول بالسلاح وغيرها من الامور هذه. انا اسال في لا لا الامور هذين ما فيش يعني الامور هذين كل واحد ملتزم في المكان بتاعه التزام. نحن قصة الهجرة هذه بس الدولة هذه ما فيش حد منهم جاء صبا، يعني بحث حتى شغلنا وشبنا فيش نديره، والترحيلات قاعدات كلها موثقة في ورق، والقنصلي قاعد وكلها موثقة في تصوير مصورة. سؤالك حب الوجه السؤال مش عارف يعني. ماذا تبقى المدينة من قطع الفصول يعني؟ السؤال هذا قلنا جاوبنا عليه في سؤال سابق، هو لازم تواجد الدولة مقصرة تقصير كامل، لا توجد البنية، لازم تواجد الدولة الداخلية تكون متواجدة، الدفاع يكون متواجد، الجيش يكون متواجد، الخدمات سيرفس خدمات، لازم الخدمات، المواطن لازم يشعر بالخدمات باش تحايل المدينة. لكن بدون خدمات وبدون تواجد الدولة مش حتكون في مدينة، مش حتكون في خدمات. نحن المناطق الحدودية هذينا مهمشة من عهد الطاغية، كان في تهميش وكان معتمدة على التهريب. نحن نقولها منش متحشمين فيها. المناطق الحدودية ما فيش عندها أي مورد إلا التهريب والتجارة البينية بين الدول. لكن نحن لازم نزرع الوطنية في المواطن بعرفت زياده الدخل وتحسين دخل المواطن وتغيير موارد المورد، لازم يكون عندها مورد. الدوله تدير مشاريع في المناطق الحدوديه والتعاون مع الاتحاد الاوروبي بحيث ان كيف نمنع الهجره، ان يديروا مشاريع في المناطق الحدوديه الفقيره، المدن الدول الفقيره هذه.
تشاد وكيف الصومال فيها مشكلة، لازم المجتمع الدولي يحل المشاكل هذين باش يمنع، باش يمنع الهجرة، ولازم يقووا حرس الحدود. نحن كدولة تقوي ونستعينوا بالاتحاد الأوروبي، إذا كان رأس الاتحاد الأوروبي 3 مليار حسب ما علمنا دعم لوقف الهجرة، لازم يكون شيء هذا ملموس، ونحن كدولة هنا لازم نعطوا مشاريع باش يوافق عليهن الاتحاد الأوروبي دعم للمشروع هذا. من ضمن المشاريع المقترحة هو قمر صناعي يراقب مراقبة الحدود، مش يقولي كاميرات كل 25 كاميرا، بزنس شركات إيطالية لا ندري حتى شنو التكنولوجيا اللي فيها، هل هي لمراقبة الحدود أم هي للتجسس على الدولة. نحن لازم يكون فيه مشروع وطني، اللي هو نحن اقترحنا قمر صناعي يراقب الحدود البرية والبحرية مع محطات للقوة، تقعد في محطات 30 محطة منتشرة على الحدود، وتقوية القوة البحرية، وهذه تقلل حتى المصاريف على الدولة، لأن إحنا حدودنا كبيرة. إذا كان أمريكا عندها حدود مع المكسيك ما تشكلش أي حاجة واحلين فيها، أمريكا لدولة متطورة ما قدرش تمنع الهجرة في منطقة حدودية. نحن القمر الصناعي هذا مشروع وطني لازم يندعم ويقدم للاتحاد الأوروبي، ومش حيكلف أكثر مما يكلف، لو أنك تنشر قوة كبيرة حيزيد التكاليف ويزيد المصاريف، ولكن المشروع هذا لازم يدرس، وفيه ناس عندنا في أمريكا وفي في كندا ناس في اتصالات وكفاءات، هذوما ممكن يعرضوا المشروع هذا ويعرض على الاتحاد الأوروبي وعلى الدولة. نسلط الضوء على بعض الأمور فيما يتعلق بكتيبة درع ليبيا، وكذلك بعض المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وأن نوصل صوتنا إلى المجلس الانتقالي وإلى الحكومة الانتقالية بأن تنظر إلى الكفرة، وأن الكفرة هي جزء من ليبيا. فمن غير المعقول أحداث تواترت من شهر 11 ونحن الآن في شهر 5، لم يشرفنا لا السيد رئيس المجلس الانتقالي ولا السيد رئيس الحكومة ولا أي من الوزراء للاطلاع على الأحداث الأخيرة اللي حصلت في الكفرة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.